كتير وقت. بس النهاردة غنيت كتير منيح. شفتك كتير منيح. ما فكرت بحدث الكلام، ما فكرت بولا شيء. شفتك كنت عادي. أنا هذيك جماعة طلعت out of tune يمكن عزيادة التحمس. عزيادة التحمس إنه يلا 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 يلا. طلعت out of tempo out of tune نشرت بلا 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 بلا. عزيادة التحمس إنه بدي أعملها وبدي أخلص منه هيك. ما عملتها من عملت ما أعرف افتكرت عملت افتكرت إني عملتها من قلبي بس ما عملتها من قلبي. تينا أنا بقدر أرقص وخمنة وأعطي كاريزما على المسرح مش طبيعية. تلاتة بقدر أغني أهم شيء. أنا بقدر أغني فيي غني بس ما عم بسمح لحالي. أنا بقدر أنا بقدر ما بتعرف شو بقدر بس ما بعرف شو صار لي. يعني كوزاني برا بيعرف قد ايه أنا بقدر يعمل لي مبهر. شو هيكي حتى غنية يبين لك صوتك فيه بخاف حكترت ما صار إنه صار قايلين إنه مثلا صوتي صغير قايلين إنه أنا هن قالوها حرفيا ف تاخذ فكرة إنه هيك مزبوط إنه أنا بتكل على الرأس كرمال عود عن بقية. أنا عايزة تابلو كرمال ما يضويلي على الأغلاط اللي بعملها بالمعنى. بس أنا فيي غني غنية كتير منيحة وكاملة أنا وعم برقص فيي أعملها. من أول ما عملت We Will Rock You حطيت ماكسيموم حطيت ماكسيموم. We Will Rock You كانت ماكسيموم مبال ماكسيموم مبال. شايفة كيف كانت البرفورمانس؟ هي أنا على المسرح. بعدين كيف فيي أعطي أقوى من هيك؟ ما أنا أعطيت ماكسيموم بس فيي بعد أعطي أقوى. بس صارت تقل السقف إنه أنا ما رح أقدر أعوض عن اللي عملته. أنا ما عملت منيح بهاو ديب إز يور لاف. عطشوني غنية ليبين صوتي فيها لعوض عن الغلطة عن فيثفول. ما قدرت كمان أعمل فيها منيح لأنه غنية رايقة مش متعودة إير بيس. مش على حجة الإير بيس أو شيء بس عن جد ما سمعت صوتي ما سمعته لصوتي أنا عم غني الغنية. غنيت إيه؟ Unfaithful تالتة لما كنت لابسة أبيض لما حضرناها مع لما عملت إيدي هيك ووراي كمان حضرت حالي على تي في قلت لا هي مش صوتي هي أبدا مش صوتي اللي عم بسمعه على تي في في شيء غلط. طلعت نوميني نوميني شلت الإير بيس شلت وحدة لأسمع وأسمع هون غنيت أحسن بكتير من Unfaithful بس برضو في مطارح أشطت فيهم. بس أنا فيي غني غنية كاملة بلا ما أقشط ولا نقطة. فيي غنية كتير حلوة مع إحساس مع فول باور مع كل شيء بس ما بعرف شو عم بيصير لي. هلا فات الأوان بعرف بس إنه هي رح تكون مثل بتعلم